لا أنا ما بقدر أعمل هالشي، أنا ماني قدرانة أتحمل شخص مثل ديب لساعة واحدة، فكيف رح أتحمله يوم كامل؟ مستحيل أقدر أعمل هيك. بلشت النار تشعل جواتي من اللحظة اللي لمسته فيها. كتير شغلات تغيرت بهذا البيت، وهلأ ديب صار أقوى بكتير من قبل. لهيك نحن هلأ لازم ننفذ الخطة بشكل منيح. أول شي لازم نعمله إنه نعرف وين ديب بيخبي أسلحته. مو مشكلة يا ديب، أنا عن جد لازم أعمل هالشي بس حتى أبقى قريبة منك وراقبك. خلص أنا لازم ضل معك لحتى أعرف كل أسرارك وكل تفاصيل حياتك اليومية، لأنه حضرتك ما ضل عندك غير ليلتين لتضلك عايش، وبعدها أنا بوعدك إني رح أقتلك بإيدي قبل ما ينتهي يوم العيد. من جهة أنا مالي قادر استحمل لهالبنت الغريبة ولو للحظة واحدة، ووقت اللي ضميتها أنا حسيت حالي كأني بعالم تاني، كأنه هي سحرتني بلمستها. لا، أنا ما رح أسمح يصير هالشي، أنا لازم ضلني بعيد عن هاي البنت. أنتي؟ أنتي شو عم تعملي بغرفتي؟ أنا ما قلت لك تضلي بعيدة عني؟ يلا يلا روحي من هون. ما في داعي تضلي تعيد، عن جد أنا كتير ذكية وما بنسى أي شي، بس نصك المنيح كان عم يقول. مين نصي المنيح؟ نصك المنيح يعني هو مرتك، مرتك اللي قالت لي إنه من شروط الرهان إنه لازم ضل معك ليوم كامل وساعدك بشغلك، وبما إنه أجتني الفرصة هلأ معناها أنا رح أقدر أتعلم الكتير من شخص ناجح مثلك. شو في شي أعمله؟ ماشي، خدي هدول ملفات. شو لازم أعمل؟ هاي ملفات الميزانية، دقيقيهم وشوفي إذا فيهم غلط ولا لا. بتعرفي تدققي ما هيك؟ أنا ضعيفة بالرياضيات، وكمان هداك الشخص ما علمني. قبل ما يرجع ديب لهون أنا لازم أعرف وين هو مخبي أسلحته. انت شو عم تعملي هون؟ كيف بتسترجي تلمسي غراضي بلا اذني؟ القصة مو هيك، انا كنت عم فكر انه اكتب ملاحظات على جنب وبعدين قلت انا بمحيون بما انك عطيتني شغل وكتير مهم لأعمله. بس لهيك شوف شو صار، تعال شوف. خد شوف، انكسر معي قلم الرصاص وانا عم بكتب. لهيك كنت عم دور على براية بس ما لقيت براية. شوف انا لقيت هاي. خرسي لازم تعرفي انه كل شيء انصنع له شغله اللي لازم يعمله. الألم بينبرى بالبراية مو بالسكين. خدي هي وعطيني السكين. اي ماشي تفضل. دم؟ شو اللي صار؟ دم؟ انا رح روح جبلك دواء ثانية وبرجع. لا انا ما بدي اي دواء، عم تفهمي؟ بترجاكي بس اسكتي ولا تقربي علي. لا لا لو سمحت اسمعني، لأنه أنا اللي جرحتك لهيك أنا لازم داويك هلأ. ستي علمتني من زمان كيف هي كانت تجيب الأعشاب وتضل عم بتدقها لتعمل منها دواء، لهيك أنا رح روح على المطبخ وأعمل دواء وجيب لك إياه هلأ. أنا مالي بحاجة دواء. خلص أنت خليك مرتاح. أنا مو بحاجة للراحة حتى. هي بس البداية يا دي، الشي رح أعمله فيك من هلأ ليوم العيد أنت ما رح تقدر تستحمله أبدا. شو هذا؟ أنا وين علقان؟ أنا هلأ عم نفذ الرهان تبع تارة بس مشان أمي. مين بيعرف كيف رح يمرق هذا اليوم وأنا علقان مع هي الغبية؟ أنا أجيت وشوف شو في معي. شو جبتي معك؟ شو هالريحة اللي بتقرف؟ روحي من هون وخديه معك يلا. مزبوط إنه الريحة بشعة بس مفعوله كتير كبير، لا تنسى أنا كتير ذكية وبعرف. أنا رحت عملت لك هذا الدواء بإيدي وهو خالص من الأعشاب وكتير مفيد. شيليه من هون وطلعي من غرفتي فورا ولا بقى ترجعي. كيف بدي اطلع واتركك؟ تعال هون انا رح احطلك منه. يلا اقعد يلا اقعد. مشان اقدر اكسب ثقتك كمان انا هلا قاعده وعم احطلك الدواء بايدي، نفس الايد اللي رح تقتلك. بس انا مضطره اعمل هذا الشيء رغم كل الكره اللي بقلبي. انا شو عم يصير معي بس تلمسني؟ عم حس كأنه النار هي اللي عم تمشي بعروقي بدل الدم.
لك انت شو عملتي؟ انت جنيتي شيء؟ في حدا بيحط الدواء بهي الطريقه؟ شبك انا ما بدي تحطي لي اي شيء، عم تفهميني؟ لا دواء ولا اي شيء. لا بقى تعصبيني، خدي هالدواء وروحي من هون واعملي شغلك. وما في مي كمان، ما في شيء بيضلوا بمحله بهالبيت. ليك شوف الأنينة جنب التخت هنيك، شوفها، فيك تشوفها؟ تارا أنت قلتي إنك جبتي 4 أناني ما هيك؟ هون في 3 أناني، وين الرابعة؟ الأنينة الرابعة حطيتها بمحل ما لازم تكون تماما. هذا مو أي شراب عادي، هذا الشراب عن جد كتير مميز لأنه هو ببين مثل المي تماما وما حدا قادر إنه يفرقه عنه. بس هو مخلوط بشي بيخلي مشاعر الحب ترتفع كتير عند بيشرب منه، حتى إنه طعمه مو مثل المشروب العادي أبدا، وحتى ديب ما رح يقدر يعرف شو هو عم يشرب. أنا رح خلي ديب يشرب منه بالوقت المناسب، ووقتها رح شوف كيف ممكن يضل بعيد عني. عفواً، أنا من شوي سألتك سؤال، وين الأنينة الرابعة؟ الأنينة الرابعة؟ محل ما لازم تكون، ما فيك تشربها، انسى. كله على الفاضي، كل شي عملته راح. ليش المي فيها طعمي غريبة؟ ما بعرف، حاسس بطعمي غريبة. علينا، هاي المي مي وبس، هات أعطيني إياها لأشرب. أستاذ ديب، أنت معك حق، فيها طعمة غريبة. شوف شو عم تعملي؟ أنا قلت لك تشرب شوي لحتى تدوقيها، مو لتخلصي كل الأنينة، أنا عطشان. أنا بس كنت عم دق لك ياها. عم تسعلي؟ خدي اشربي مي. هالشي غريب، ليكي خدي غراضك وروحي على شغلك فوراً، ولا بقى تقربي علي. وأنا ليش لحد أقرب منك؟ لكون معجبة فيك؟ في ميزة تانية لهذا المشروب المميز، وهي إنه إذا وقفت قدام أي شخص بعد ما تشرب شوي منه، وحتى لو شو ما كان في عندك مشاعر تجاه هذا الشخص، حتى لو كانت هاي المشاعر مشاعر كره، وقتها رح تنسى هالشي وتتحول لمشاعر حب. الشخص رح ينسى كل شي بيحس فيه وبس، رح يقدر يحس بالحب. أنا ليش حاسس إنه في وش تاني ورا هذا الوش وعم يشدني لإله؟
أنا فهمت شو عملتي. أكيد أنت بهالطريقة خليتي أمو لديب تحبك. بس بتعرفي شي يا تارا، أنا بعتقد أنه أنا وأنت شربنا كتير. إذا أجت أمو لديب لهون رح تصير مشكلة. لا، هي ما رح تجي هلأ. أمي حبيبتي ما رح ترجع البيت قبل المساء. أوه، هي رح تضل عم تدعي ونحن قاعدين هون عم نتسلى. ايه، وكتير مبسوطين كمان ديب. انتي بس تخيلي هو شو ممكن يكون عم يعمل هلأ مع هديك البنت لحاله. ممكن يكون ديب بحاجتي هلأ. خليني روح وشوف ديب. تارا؟ لا أمي، هي ليش رجعت بهي السرعة؟ تارا، تعالي لعندي بسرعة، خدي الهدايا والمباركات مني. اي صح، أنا جبت لك معي شي مشان يوم العيد كمان. شو لازم أعمل هلأ؟ أنا كيف رح روح لعندها وأنا بهي الحالة؟ تارا، شو في بنتي؟ أنا إلي شوي عم أحكيكي، ليش واقفة عندك هيك؟ بعتقد إنها مريضة يا عم، لهيك ما لا قادرة توقفني، رح أشوفها. إيه، روح. شو هاد؟ شو عم تعمل هاي البنت؟ ليش أروحي بهذا الوضع مع ديب؟ بترجاكي قليلي، ليش بحس حالي منيح ومبسوط وقت اللي بتكوني قريبة مني؟ أحسن لك تضلك بعيدة عن السيد ديب حاليا، لأنه بصراحة إذا عرف بأنك كذبتي على أمه فهذا الشيء ما رح يعجبه أبدا. قليلي ليش عم تبعدي عني؟ حسيبي حسابك أني رح شوفك مرة تانية. لازم طالع روحي من هون قبل ما يجي حدا على الغرفة. ليش بضل عندي إحساس غريب لما بتكوني قريبة مني أو إذا لمستيني بإيديكي؟ شو هالسحر اللي عندك؟ شو اللي صاير مع ديب؟ يا ترى عن مين عم بيحكي؟ شكله تعبان كتير هلأ ووضعه ما بيسمح حاكي. بحكي معه بكرة. أروحي بأمان هلأ، بس صعب تضل بأمان. بس ترجع لعقلة إلي حديث طويل معها بشان تتصرف صح وما تعمل هيك أغلاط بالمستقبل. دي خلاص، ما نبريت عم تعملنا دواء كتير منيح للصحة. بقى يا ابني لو سمحت اشرب منه مشان ما تمرض وبعدين روح. أمي صدقيني مالي محتاج اشرب أي دواء لأنه صحتي منيحة، وكمان تأخرت ولازم أمشي. تعرف إني رح أقلع عليك كتير بهاليومين. رح تعملي كل شي لحالك ولا رح تخليني ساعدك شوي فيهم؟ وهي إجا الدواء، تفضلي أمي أنتي ذوقي بالأول وخبرينا إذا طعمته طيبة. مو معقول، عمتي أخذت الكاسة اللي حاطة فيها السم وشكلها رح تشربها. شو لازم أعمل أنا؟ لا عمتي، لحظة، لا
ما بصير تشربيه. ليش؟ بصراحة لأنه قليلنا ليش ما فيها تشربه؟ مو أنت اللي قلتي أنه هالدواء كتير مفيد للصحة وأمي أكتر وحدة بالعيلة محتاجة تشربه مشان تقوي صحتها؟ بقى ليش عم تعملي هيك؟ يلا أمي شربي وأنا كمان رح أشربها كلها. يا قدير ساعدني، شو لازم أعمل هلأ؟ سكر! السكر أنت ممنوعة عنه، كأنك نسيانة هالشي، ما بصير تشربي. يلا أعطيني هالكاسة من إيدك. تفضلي اشربي من هاي، ولازم تشربي الكاسة كلها مشان صحتك تصير منيحة. كلها. أنتي بأخد كاسة غير كاسته، شو لازم أعمل هلأ؟ الخطة رح تنتزح. ديب هلأ بس يشرب من هالكاسة فرصتي رح تروح وتضيع مني على الآخر. ألو؟ إيه؟ لا أنا طالع هلأ. إيه؟ لا تأكل هم، رح أجي على الوقت. شكراً، سلام. الهدف اللي أنا إجيت على هالبيت كرماله رح أوصل له اليوم يا ديب. هذا مانو دواء، هذا موتك. أول ما تدخل على جسم الشخص رح يبلش يحس بدوخة خلال 5 دقائق، وبعدها ببطء ببلش كل جزء من جسمه يتوقف تدريجيا، وبعدها ب24 ساعة الشخص رح يحس بوجع قوي ويموت بسرعة. اليوم صار موتك أكيد يا ديب. انت اكيد بتعرفي انه في حدا هاجمه لديب من قبل، وهالشي ما صار من زمان. بقى ما بدي خاطر بحياة ديب ابدا بعد هالقصة اللي صارت معنا من فترة. انت اجيتي على هالبيت من مدة قصيرة كتير، واليوم انت عملتي لنا هالدواء لأول مرة. لا تنزعجي مني، بس نحنا ما بنقدر نوثق فيكي هيك ثقة كبيرة بهالسرعة، لهيك لازم تشربي من هذا الدواء قبل الكل. انتي مفكرة انه انا مجرمة؟ كأنك عم تهنيني كتير اختي؟ لو مخبرتيني من قبل انكم هيك بتهينوا الضيوف اللي بيجوا على البيت، ما كنت رحت على المطبخ وتعبت حالي وسويت هذا الدواء. تارا خلص ما في داعي لهذا الشيء، انا رح اتأخر. خلص ديب، شو الشيء الموجود بالكاسة لحتى عصبتي وما بدك تشرب منه؟ اذا عن جد ما فيها اي شيء بضر، معناها فيكي تاخدي ولو شفة مشان تخلينا نقتبل. يا حراس، خليكن عم تراقبوا هالبنت كتير منيح. أنا حاسة إنه في شي غلط فيها. يا مدام، إذا بدك تقلعيني من الشغل ما في مشكلة، بس بترجاكي لا تهينيني بهالطريقة البشعة. شو شايفتيني مجرمة؟ ليكي يا بنتي، ما حدا بهالبيت عم يحاول يهينك أبداً. أنا بعرف كتير منيح إنك عملتي هالدواء مشان صحتنا وتعبتي عليه، بس الشي اللي عم تطلبه تارا وبدها منك تعمليه هو مشان حماية حياة ابني وصحته. ما تخجليني لو سمحتوا، كرمالي أنا. يلا شربي شفة وحدة. يلا فضل. يا عمتي يلا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.